طيب هلا رح نعطيكم طلابي مجموعه من الجمل، 3 جمل من اجل الترجمه. Sentences for translation، اذا جمل لاجل الترجمه. الجمله هاي سهله في شيء، يعني بسيطه جدا جدا. You will take off. اوكي، مين بيقرا لنا هاي الجمله بيحاول يترجم لنا اياها؟ Think about this sentence. Yes, you will take off particularly like a helicopter from a runway or even from your own garden. Okay, yes, Bushra, تفضلي. We will take off vertically like a helicopter. سوف تقلع عموديا مثل الهليكوبتر from a runway من المهبط or even for your own garden أو من الحديقة. أو من حديقتك الخاصة. أحسنت، إكسلنت، ممتاز. إذن you will take off vertically like a helicopter. ستقلع، يعني أنت سوف تقلع عموديا كالحوامة. هليكوبتر هي الهليكوبتر نفسها أو بمعنى الحوامة. From a runway، من مهبط. Or from even from your own garden، أو حتى even، يعني حتى، أو حتى من حديقتك الخاصة. Your own garden يعني حديقتك الخاصة. في شغلة بتلاحظوها بالترجمة، أنتم لازم تكونوا لاحظتوها. أنا على فكرة الخط نفسه، الحجم نفسه، الإنجليزي والعربي نفس الحجم. يعني مشان ما يقولوا إنه الأستاذ هون مثلا مصغر الخط العربي ومكبر الإنجليزي، لا لا، نفس الخط. أوكي؟ أنتم ملاحظين تقريبا الجملة العربية باللغة العربية مختصرة عن اللغة الإنجليزية، تمام؟ صح الكلام؟ منكم ملاحظين هذا الأمر؟ أنه بالإنجليزي تقريبا جملة سطر ونص، بالعربي يقابلها أقل من سطر، أقل من سطر يعني، ثلاث أرباع السطر. فلاحظوا إذا هون باللغة العربية، يعني مثل ما يسموا البلاغة في الإيجاز، تركيب الجملة اللي في اللغة الإنجليزية يختلف. هذا يعني السبب أنه الاختلاف بتركيب الجملة بالإنجليزي غير العربي. يلاحظوا مثلا you will take off، هاي 3 كلمات أو 4 كلمات، شو ترجمناها؟ ستقلع، تمام؟ ستقلع، ماشي؟ you will take off، تمام؟ طبعا هون اليو أنت، ويل سوف، السين يعني، وtake off يقلع أو تقلع. طبعا اليو انت انها تقلع، اما لو نقول هي مثلا او يقلع هو الى اخره، فحسب. اوكي، فهي الملاحظه اللي احنا حبينا ننوه لها. طيب نمبر 2، الجمله الثانيه، الجمله اللي بعدها. Using the latest micro light technology, several companies are developing flying cars. اوكي، الجملة سهلة، بجوز البعض كلمة مايكرو لايت. ما معنى مايكرو لايت؟ عدد معنى هاي الكلمة، رجع مذكر فيها هي. يس، اوكي، سلام، تفضلي سلام. استاذ رح ترجم الجملة. تفضلي ترجمي. يس، باستخدام احدث تقنيات تقوم العديد من الشركات وتطوير سيارات طائرة. ممتاز، اكسلنت، احسنت. اذا باستخدام، لاحظوا يوزينج يعني باستخدام ذا ليتست الحديثه او الاخيره. مايكرو لايت، طبعا مايكرو لايت هي مترجمه بتجي بمعنى صغيره، بتجي بمعنى الشراعيه. التكنولوجيا الشراعيه، يعني التكنولوجيا الخاصه بالطيران. مايكرو لايت تكنولوجيا، اذا الشراعيه الحديثه. استخدام التكنولوجيا او التقنيه الشراعيه الحديثه، فان عده شركات، several companies، عده شركات، are developing، تقوم بتطوير او تطور، بتصير كله صحيح، flying cars، السيارات الطائره. نعم، اوكي. الجمله الاخيره، our grandparents thought they were lucky because they could travel by car. our grandparents thought، اعتقدوا، they were lucky، لأنهم محظوظين. Because they could travel by car. Yes، جملة سهلة، أيضا جملة بسيطة.
Very simple. Our grandparents, أجدادنا. Yes. مين بيحاول بهي الجملة؟ Okay. تفضلي بشرى. Yes, بشرى. أجدادنا اعتقدوا أنهم محظوظون بسبب أنهم يستطيعون أن يسافروا بالسيارة. أحسنتي. Excellent. إذن اعتقد أجدادنا. Our grandparents thought. اعتقد أجدادنا. They were lucky. بأنهم كانوا محظوظين. Because they could travel. لأنهم استطاعوا. Okay. Could. هي استطاع الماضي من كان يستطيع كود استطاعوا travel by car السفر بالسيارة okay. يعني قديما انه السفر بالسيارة كان امر ممتع وامر يعني نعم امر يعني رائع نعم